الأمر ذاته يتكرر مع اقتراب شهر رمضان من كل عام، غليان في أسعار المواد الغذائية فضلا عن شحة بعضها دون سابق إنذار نتيجة الاحتكار ورغبة تجار الجملة في مضاعفة الأرباح. لكن الأزمة الاقتصادية على أشدها هذا العام، والحكومة تحزمت بموازنة مدخمة بمزيد من الضرائب، وكل ذلك أتى على القدرة الشرائية خاصة لمحدودي الدخل. والله اكو صعوبة يعني بالنسبة لأسعار المواد الغذائية بالذات، وإحنا مقبلين على شهر رمضان، أسعار المواد الغذائية بصعود، وذلك بسبب صرف الدولار. وسط الأمور بطل الزيت أصبح من 1000 روبل إلى 3000 دينار، فالقدرة الشرائية على الإنسان الفقير البسيط ما يقدر يشتري بعد الشهر. وبالنسبة للبطاقة التموينية، بالنسبة للزيت الشكر الزيت تأخرت، يعني صارت كم شهر، حوالي 4 أشهر 5 أشهر 6، أثرت على السوق. يسوق التجار أسبابا عديدة لتبرير ارتفاع الأسعار، ويربطون جانبا منها بتراجع قيمة الدينار أمام العملات الأخرى والواقع الاقتصادي المتراجع في البلاد. ماكو مراقبة، ماكو تجارة، اعطيني تجارة توزع حصة، انت تروح للوكيل، الوكيل ياخذ منك فلوس كاملة مال حصة، بس شو يعطيك؟ يعطيك تمن لو شكر لو دهن، بس لو طحين هذا الطحين المضروب ماكو، تغير توزع وزارة التجارة توزع. لكن ارتفاع الأسعار مع كل موسم رمضاني عادة درج عليها التجار طيلة العقود الماضية، والأمر ذاته سواء في بغداد أو أربيل، لكن مع فوارق في حجم الأزمة. هذه الفوارق تتمثل في أن الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان العراق هي أزمة مركبة، تضيف إلى حيثياتها شريحة موظفي القطاع العام، حيث تلعب أزمة الرواتب دورا محوريا في تفاقمها. موظفو الإقليم لم يتقاضوا خلال 12 شهرا سوى راتب شهرين فقط، ما حولهم إلى شريحة تقترب أكثر فأكثر من خط الفقر إن لم يكن دونه. غياب الرقابة المالية تأثر على السوق، يعني السوق الحر تعثر على الفرد العراقي. بس مفروض التجار ما يستغلون هالشهر، يعني تعرف أنت رواتب ما موجود وغلاء المعيشة صاير بهالحالات، مفروض هم همينة ما يستغلون هاي الشغلة، يعني حتى لو ربح قليل يخلون على المواد. وبالمقابل تسعى حكومتا المركز والإقليم لإيجاد حالة ضبط سعرية عبر الإعلان عن ضخ مواد غذائية إضافية في مشروع البطاقة التموينية، وإطلاق التحذيرات بملاحقات قضائية بحق المتلاعبين. يوسف الحسيني، الحرة، أربيل.